حطيته على وزاره الاسلام، حطيته على وزاره السياحه، وانا مش نحب نتكلم على وزاره الثقافه. بس تكلم بينا السراج بتاع اللي قال حطونا في الكرم في الصناعات التقليديه في طور الاندفاع. سي لو باتريمون كولتوريل اون فوا دو ديسباريسيون. هو يقصد فيه سي لو باتريمون ايماتيريال. التراث اللامادي معناها العلم اللي متكون في رؤوس الاعمال اللي هما يندثروا ما عادش تلقاه بالكل. فما كونفونسيون انترناسيونال على الباتريمون ايماتيريال اللي توكس مسابقة فيه. هذا سيتان كريمو نوع من الشيء اللامادي التراث اللامادي اللي احنا نجم ندافعوا عليه في اطار الثقافه وفي اطار البعد الثقافي معناتها اضافه الى الابعاد الاخرى معناتها شو كيفاش العمليه هذه بتاع الخير اللي كان عندها معناتها ابعاد وفما مواثيق دوليه واليونسكو هي من جراند كونفونسيون انترناسيونال اللي كانت فيه واللي تونس احنا مشاركين فيها هذا حبيت مجرد نقول انه في نهايه الامر اذا كان الاشخاص هما اللي يعملوا العلم هذا واللي تحييهم كما قلت ذكرتهم هذه يقول عمليه ثقافيه انت تو معناتها اخذت الابعاد الاخرى نتاع التشغيل الى غير ذلك ولكن في نفس الوقت هي احياء ثقافي والمواصله مش انه يقعد موجود ويترسخ والشباب اللي يتكون ولهذا نحب نشكر انك عملت عمل ثقافي اكثر من اللي هو زاد ايضا عمل فلاحي والا عمل سياحي والا عمل بيئي ولهذا التنوع اللي موجود حول الخير هو مهم جدا ويزلنا نعاونوه بكل ما يمكن لنا ان نقوم به في ذلك. شكرا سيد العميد.